تماشيا مع رؤية مصر 2030 وفي إطار اهتمام جامعة الأزهر بنشر ثقافة الابتكار وفكر ريادة الأعمال، أطلقت الجامعة حفل افتتاح حاضنة الأعمال التكنولوجية المتخصصة في مجال الغذاء والنباتات الطبية والعطرية رواق القاهرة، والتي تعد ثاني حاضنة أعمال في سلسلة الحاضنات التكنولوجية المتخصصة رواق. أول حاضنة متخصصة في مجال النبات والغذاء والصيدلة. هدف الحاضنة دعم تحقيق رؤية مصر 2030 وتعظيم المنتج المحلي في الدواء وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية. تعد هذه الحاضنة ثاني حاضنة أعمال في سلسلة الحاضنات التكنولوجية رواق بعد حاضنة رواق هندسة الأزهر بقنا، وذلك ضمن البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية انطلاقة بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا. عندنا منظومة كبيرة جدا لريادة الأعمال في جامعة الأزهر، عندنا نادي ريادة الأعمال، عندنا حاضنة رواق اللي كانت أول حاضنة تنشأ في جامعة الأزهر في كلية الهندسة اللي كانت في الصعيد، وكان الصعيد يعني كان مقصود الصعيد اهتمام الدولة بالصعيد واهتمام الجامعة بالصعيد. النهارده بنشهد إنشاء ثاني حاضنات التكنولوجية اللي موجودة، حاضنة الطلاق دي موجودة في كلية صيدلة البنات. أصبح عندنا مجموعة من الحاضنات التكنولوجية المتخصصة تقدر تساعد الطلاب ورواد الأعمال وأعضاء التدريس اللي عندهم أفكار أو ابتكارات أو اختراعات أو مشروعات ريادية ممكن ننفذها إن شاء الله. احنا بنقدم 7 خدمات، بداية من نشر المعرفة، احنا بنبتدي نقول للناس احنا بنقدم خدمات غير مالية، احنا بندعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، بنبتدي ناخد الأفكار الشباب من الجامعات ونبتدي نمشي معاهم ستيب باي ستيب لحد ما نقدر نخلي فكرة المشروع بتاعهم المشروع حقيقي على أرض الواقع. هذه الاحتفالية تأتي في إطار اهتمام جامعة الأزهر بنشر ثقافة الابتكار وفكر ريادة الأعمال بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وتقديم جميع أوجه الدعم للطلاب المبتكرين ورواد الأعمال. رمضان المطعني، النيل.